بالنسبة للتقسيم حقيقة نراه قادم إذا بقيت هذه السياسة الهوجاء للسياسيين العراقيين للأسف. فبالتالي شعارات بايدن أو الأمور التي أعلن عنها ليست بالضرورة هي حقيقة ستطبق بعد فوزه أو من عدمه، كما رأينا أن الديمقراطيين مثلا في وثيقتهم التي أعلنوا عنها حين التصويت لبايدن كانت هنالك بأنهم لن يتقربوا للنظام الإيراني ولن يمارس الضغوط عليه، وهذا بالتالي حقيقة لا أراه في الواقع، لأن النظام الإيراني تراه واشنطن هو مصدر الخطر الأول في الشرق الأوسط، وستذهب دوما واشنطن إلى يعني إجهاض إيران ومقاومتها ومحاربتها وإقصائها من المنطقة بالكامل. لكن الوعود التي أطلقت أو الشعارات أو القضايا التي يصدقها البعض داخل العراق هي بالتالي ليست حقيقية. أنا أرى ربما في سياسة ترامب وإن كانت ربما محفوفة بالمخاطر لكن هي سريعة في إنجاز بعض القضايا. أنا أرى في النظام يعني في الديمقراطيين بصورة عامة هم يسيرون بخطى أبطأ يعني لتنفيذ التوجهات أو الخطط التي عندهم، لكن أرى في الجمهوريين هم حقيقة أسرع في تنفيذها وإن كانت محفوفة بالمخاطر، كما حدث في ملف مطار بغداد كان يعني حقيقة هذا موضوع يعني يتطلب المجازفة، ربما كانت إيران تذهب إلى القانون الدولي ربما المحاكم الدولية، لكن بالتالي انسحب الموضوع على الشرق الأوسط بالكامل. فنرى مثلا نقل السفارة إلى القدس، التطبيع نعم. الذي حصل مع بعض الدول العربية، التطبيع الذي من الممكن أن يحصل خلال الأشهر أو السنوات القريبة، بعض الدول العربية هنالك خجل في إعلان موضوع التطبيع، لكن الشعارات أو القضايا التي أطلقت خصوصا أن أرى في أن حقيقة السياسة الأمريكية في يعني بالنسبة للعراق هي سياسة واحدة لن تتغير، لكن هي تختلف بكيفية إجراءها وفي الفترة الزمنية. فربما يعني ربما ترامب سيذهب إلى حقيقة إلى الوصول إلى مرحلة التقسيم أو النداء أو التواقيع التي جمعت اليوم والتي تنادي بالفيدرالية، لكن على أساس العراقيين أن يتلاحقوا الوضع العراقي وأن يذهبوا إلى يعني تفعيل دور العراق في مجلس الأمن الدولي. ربما طيب. هنالك محاولات من السيد الكاظمي نحو جذب أو كسب فرنسا وهي الفاعل إحدى الفاعلين الخمسة المهمين في مجلس الأمن. جميل. والقريبين من واشنطن.